بخصوص بقى قانون الاستثمار، النهارده داليا خورشيد وزيره الاستثمار قالت ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه التعديلات الخاصه بالمسوده الثانيه من القانون، واللي تضمنت الغاء المناطق الحره، وتم كمان اضافه مناطق تكنولوجيه لزياده الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وان القانون كمان تضمن تمتع بعض المناطق الاقتصاديه زي منطقه قناه السويس ببرنامج الحوافز المؤقت. كمان قالت الوزيره ان مشروع القانون هيتعرض المسودة الثالثة ليه تمهيدا للإقرار بعد كده وإرسال المشروع لمجلس الدولة لمراجعته. خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، كشفت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن المجلس ناقش خلال اجتماع اليوم التعديلات الخاصة بالمسودة الثالثة من قانون الاستثمار، وأن يوم الأربعاء القادم سيتم مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد وإقراره، لافتة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تم خلاله الاستماع لجميع الآراء. المسودة الثالثة احنا غيرنا فيها زي ما شرحنا لحضراتكم البرنامج الحوافز المؤقت. احنا كنا مقسمين جمهورية مصر العربية الى ثلاث مناطق، فالمسودة الثالثة احنا بسطنا الامور مع وزارة المالية، قسمناها الى مرحلتين، ألف وب. ألف اللي هم الصعيد الأكثر احتياجا، وب اللي هي جميع أنحاء الجمهورية. ففي المسودة الثالثة من القانون، وفقا لما قالته خورشيد، تم تقسيم مصر إلى منطقتين ألف وب بدلا من ثلاث مناطق، وتم إلغاء المناطق الحرة وإضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة على استراتيجية الصناعة والاتفاق على الصناعات التي ستتطور تضمنوا في برنامج الحوافز المؤقت لمدة من 3 إلى 7 سنوات، لافتة أن القانون تضمن أيضا تمتع بعض المناطق الاقتصادية مثل منطقة قناة السويس ببرنامج الحوافز المؤقت. فقانون الاستثمار الجديد يهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. اجتماع لمجلس الوزراء لم يناقش قانون الاستثمار الجديد فقط، بل ناقش أيضا مشروع قانون لمنح علاوة قدرها 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.